الرئيس السيسي يؤكد لملك البحرين التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. الرئيس السيسي يؤكد إيلاء مصر أولوية قصوى لعودة الاستقرار إلى ليبيا ويشدد على أهمية الانتخابات في تفعيل إرادة شعبها. شكري يؤكد ثقة مصر في قدرة الكونغو الديمقراطية للتوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة. نشرة إخبارية مفصلة مشاهدينا الكرام تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. وخلال لقائه ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشاد العهد البحريني بالتحركات المصرية الأخيرة إلى في هذا الملف على أعلى مستوى، وكذا الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة. هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، بما في ذلك تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين وبصورة دورية. وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد، حيث جدد ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل. شهدت العلاقات الاقتصادية بين كل من مصر والبحرين تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية أسهمت في تدعيم التعاون بين البلدين. فالمنامة تحتل المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات يتخطى 3 مليارات دولار. متعددة ومتنوعة هي العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين التي تشهد تطورا في جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية، كما تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموا متزايدا. البحرين تحتل المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري وفقا للبيانات الرسمية لعام 2019 بإجمالي استثمارات تبلغ 3.2 مليار دولار من خلال ما يقرب من 16 و200 مشروع. هذه الاستثمارات تتركز في مجالات التمويل والإنشاءات والتصنيع والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال 9 أشهر الأولى من عام 2019 بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين نحو 392.5 مليون دولار. ومن أبرز الصادرات المصرية للبحرين الأساس والحديد والآلات والمعدات والخضروات والمواد الغذائية، كما تقوم القاهرة بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان. وفي المقابل تتركز الواردات المصرية من البحرين في المشتقات النفطية والزيوت والمنتجات البلاستيكية. إذن هي علاقات مزدهرة ما بين مصر والبحرين تقوم على التعاون المشترك في شتى المجالات خاصة الاقتصادية منها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميا ودوليا. وقد جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد دبيبة في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكداً سيادته الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً. كما شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلا عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة. كما أشاد السيد الرئيس بمساعي حكومة دبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، معربا سيادته عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على كافة التحديات الآنية التي تواجهه، وصولا إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا. من جانبه أكد السيد دبيبة رئيس الحكومة الليبية التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري البالغ الأهمية بقيادة حكيمة من السيد الرئيس في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لا سيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، معربا في هذا الإطار عن التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث ثمن السيد الرئيس في هذا الصدد صدور قانون الانتخابات مؤخرا عن مجلس النواب الليبي باعتبارها خطوة مهمة على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون وصولا إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بنهاية العام الجاري، معربا سيادته عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية، وذلك احتراما وإنفاذا لإرادة الشعب الليبي المقدرة وانطلاقا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار. We'll be right back.
هذا وتسعى القيادة السياسية إلى دعم الأشقاء الليبيين من خلال موقف مصر الثابت السعي نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء النزاعات والحل السياسي في ليبيا. وتدعو مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية إلى ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي لليبيا، وذلك من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة في ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة، أكد مدبولي على حرص مصر على تقديم الدعم للأشقاء في ليبيا لإنجاز خارطة الطريق السياسية هناك، وأيضا على حرصها على المشاركة في تنفيذ كل المشروعات التي تلبي طموحات الشعب الليبي. مصر الحقيقة يعني مستمرة في تقديم كل الدعم لأشقائنا في ليبيا لكي تحقق ليبيا كل يعني آمال وطموحات الشعب الليبي في خلال المرحلة القادمة. والحقيقة أن احنا كحكومة ودولة مصرية حريصين كل الحرص على تقديم كل الدعم السياسي واللوجستي والاقتصادي لأشقائنا في الدولة الليبية لكي يعني تنجز بنجاح خارطة الطريق السياسية نحو استقرار دولة ليبيا. النهاردة الحقيقة احنا شرفنا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيادته أكد في اللقاء على دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا للدولة الليبية، وحرصنا على يعني دعم كل الأطراف في دولة ليبيا نحو الاتفاق على تنفيذ خارطة الطريق السياسية. من جانبه أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة بجهود مصر في دعم ليبيا، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي له على أن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك وصف البيبة اجتماع اللجنة العليا المصرية الليبية بأنه إضافة سياسية للعلاقات بين البلدين. فإن عودة انعقاد اللجنة العليا بعد الانعقاد دام ما يزيد عن 10 سنوات هو إضافة سياسية للعلاقات التاريخية بين البلدين. كما تشرفت اليوم في هذا الصباح بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد فيه عن عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والعمل في هذه الفترة الاستثنائية لدعم الجهود الدولية الرامية إلى استقرار دولتنا في ليبيا، ودوره الشخصي في ذلك، الذي أكد فيه فخامة الرئيس بأن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي في تحقيق استقراره وبداية إعادة إعمار بلاده بتعاون مصري ليبي. هذا وقد شهدت القاهرة أعمال الدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة كل من مدبولي والدبيبة، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين بالبلدين. وخلال كلمته بجلسة أكد مدبولي على أن ما تحظى به اجتماعات اللجنة العليا من خصوصية وأهمية هو أمر كبير، معربا عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون إلى واقع ملموس ومشروعات تم تنفيذها على الأرض. من جانبه أكد البيبا رغبة ليبيا الصادقة في تعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات.
هذا وقد أسفرت اجتماعات الدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة، بجانب 6 عقود تنفيذية، إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة. ووقع الجانبان المصري والليبي على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والتعاون في مجال أمن الطيران المدني. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. هذا وقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. تتصدى أجهزة وزارة الداخلية للجرائم ذات الأثر الضار على الثروة الزراعية والتي تمثل مستقبل مصر الغذائي، وكذا جرائم الإضرار بالبيئة والثروة السمكية ونهر النيل. فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة حملات تفتيشية مكبرة لضبط مرتكبي تلك الجرائم، أسفرت نتائجها عن ضبط قرابة 12 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية بثلاث شركات بدون ترخيص بالبحيرة والقاهرة، وضبط 4 مصانع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بمضبوطات بلغت أكثر من 1900 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. كما نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط 6 مصانع وثلاث شركات بدون ترخيص بالقليوبية والمنوفية وتفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية، حيث تم ضبط أكثر من 11 طن خامات بلاستيكية مجهولة المصدر وأكثر من 20 طن مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات كيميائية مجهولة المصدر وقرابة 22 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر. وتمكنت الإدارة من ضبط 6 مصانع ومخزنين وشركتين بالبحيرة والقليوبية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 200 طن منتج نهائي لمنتجات ورقية مجهولة المصدر وقرابة 82 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص وثلاثة أطنان مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر وأكثر من 15,000 قطعة أدوات منزلية بلاستيكية مغشوشة وقرابة طن حلوى مجهولة المصدر وقرابة 46,000 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر. الإدارة تمكنت من ضبط 7 قضايا محلات جزارة للذبح خارج المجازر وعدم الإعلان عن الأسعار بالقليوبية وضبط شركة ومصنع بدون ترخيص بداخلهما أكثر من طنين منظفات ومطهرات وأكثر من 14 طن غراء منتهية الصلاحية بالشرقية. كما ضبطت الإدارة 39 منشأة صناعية وسياحية لمخالفتها لاشتراطات الصحية والبيئية بنطاق المنطقة المركزية والجيزة والدقهلية والمنوفية. وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 136 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية والبحيرة والفيوم. وفي مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 44 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 139 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بنطاق المنطقة المركزية والدقهلية والمنوفية والبحيرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تهيب وزارة الداخلية بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني. وفي بيان للوزارة أكد أنه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارا من السبت المقبل.
إقبال كبير شهدته حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأيضا مساعدتهم في عملية التسجيل التي دشنتها الدولة لسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، وذلك للوقاية من فيروس كورونا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت شعار معا نطمئن، سجل الآن، تتواصل حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومساعدة المواطنين في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، وهي الحملة التي دشنتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا. فرق المرة دي بتعمل حاجة بقى مختلفة جدا. أهالينا وحبايبنا اللي ما بيعرفوش يتعاملوا مع الميديا، ما بيعرفوش يتعاملوا مع الانترنت، ما بيعرفوش يسجلوا للقاح، حبينا ان احنا نوصل لهم لحد عندهم، حبينا نوصل لهم خدمة وفكرة ان اللقاح هيجي لك لحد عندك، احنا هنوصل لك التسجيل. فالفرق موجودة معانا، معاهم رسالة توعية ومعاهم هدايا ومنتشرين في كل مكان امبارح والنهارده، القاهره والجيزه واسكندريه، والحمله مستمره لمده 10 ايام. كل واحد في الفريق معاه تابلت متواصل بالانترنت، بياخد من كل واحد البطاقه بتاعته ومعاه رقم الموبايل بتاعه، بيدخل البيانات وبتوصل الرساله في نفس اليوم بالتوجه لاقرب مركز شباب. المراكز الشباب مفتوحه دلوقتي، فيها التطعيمات علشان الناس تقدر توصل لها بسهوله، اماكن سهله وبسيطه وموجوده في البيئه بتاعتنا كلها. تستمر الحمله الصحيه على مدار 10 ايام بمحافظات القاهره والجيزه والاسكندريه، وقد لاقت اقبالا كبيرا من المواطنين الذين تجمعوا للتسجيل على اللقاح ومعرفه المزيد من المعلومات عن المصل المضاد لفيروس كورونا. احنا هنا في المبادره الحمله بتاعتنا مع نطمئن، دورنا هنا ان احنا بنساعد الناس اللي مش عارفين يسجلوا على الموقع عشان يقدروا يتلقوا اللقاح بتاعهم. فاحنا بننزل زي ما انت شايف كده في الحمله، معانا الاوتوبيسات ومعانا العربيات، الناس بتيجي بيسالونا، عندنا حاجتين، لو مثلا حد لسه ما سجلش قبل كده بنسجله لاول مره، الحاجه الثانيه ان هو مثلا مسجل والرساله لسه ما جاتلوش فاحنا بنعمل له متابعه. تهدف الحمله التي اطلقتها الدوله لتوعيه المواطنين بضروره التسجيل على الموقع الالكتروني لوزاره الصحه واهميه اخذ اللقاح للحمايه من فيروس كورونا وسط التحذيرات من الموجه الرابعه للفيروس، وذلك لتقليل الاصابات والقضاء على الجائحه في اسرع وقت ممكن. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد تسجيل 5330 مواطنا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال حملة معا نطمئن سجل الآن، وذلك منذ انطلاقها أمس وحتى الآن. انطلقت الحملة لتشجيع المواطنين على تسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا. وأكد بيان لوزارة الصحة أن الحملة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي اللقاح، موضحا أن الحملة ستستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من 10 صباحا وحتى 10 مساء. أكد وزير الخارجية سامح شكري ثقة مصر في قدرة الكونغو الديمقراطية للتوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة المستمرة منذ عقد كامل. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، أشار شكري إلى تلقي مصر رؤية من الرئاسة الكونغولية لاستئناف المسار التفاوضي، مؤكدا أن ما يطرح سوف يخضع لدراسة معمقة، وهو ما من شأن المساهمة بشكل إيجابي في حل هذه الأزمة. ودنا ننتهز هذه الفرصة لكي أؤكد على ثقتنا في قيادة الكونغو الديمقراطية العملية التفاوضية بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، وتطلعنا إلى تلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، تنفيذا لما دعا إليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وذلك بمشاركة نشطة من المراقبين الدوليين. نحن نثمن بشكل كبير ولنا ثقة مطلقة في حكمة وقيادة الرئيس تشيسيكيدي للمكانة المرموقة التي يحظى بها كرئيس للكونغو الديمقراطية وكرئيس للاتحاد. نحن نرى أنه لديه القدرة والإرادة للانخراط بجدية وفاعلية للوصول إلى اتفاق لهذه المشكلة
التي استمرت على مدى عقد كامل من الزمن. من جانبه قال وزير خارجية الكونغو الديمقراطية إنه أجرى مع وزير الخارجية محادثات إيجابية ستساعد على إيجاد حل لأزمة سد النهضة من أجل تنمية القارة الإفريقية. لقد أجرينا محادثات أمينة إيجابية وستساعد على إيجاد حل لهذه الخلافات بين تلك الدول الشقيقة الثلاثة، تلك الدول الهامة من أجل الاتحاد الإفريقي ومن أجل التنمية، تنمية قارتنا. إن السيد الرئيس تشيسيكيدي قد أعطاني تعليمات بالحضور للقاء السلطات الإثيوبية والسلطات السودانية وأيضا السلطات المصرية، وبالطبع من جهة الزملاء ومن جهة وزراء الخارجية لحمل رسالة مليئة بالأمل ورسالة تتسم بالثقة. وأرى مع زملائي كيفية استئناف الحوار فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، سد النهضة. وكان شكري قد استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين. هذا وقد تناول وزيران العلاقات المصرية الكونغولية وسبل تعزيزها في مجالات شتى إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وعقب اللقاء الثنائي تم عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي كل من مصر والكونغو الديمقراطية. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تقديره للدور النشط الذي يقوم به رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على صعيد تعزيز التواصل والحوار بين العراق وأشقائه في الدول العربية. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وتطرق اللقاء إلى الانتخابات النيابية القادمة وما أبداه الجانب العراقي من حرص على مشاركة الجامعة العربية في مراقبتها، حيث أكد أبو الغيط على استعداد الجامعة العربية لدعم العملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين من الأمانة العامة. قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قال إن محادثاته مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي قد شملت كيفية تقوية المواقف العربية مثمنا دعم البرلمان العربي للعراق. وبدوره أكد العسومي أن البرلمان العربي سوف يكون أكبر داعم للعراق، مرحبا بعودة بغداد لأحضان الدول العربية. الحديث كان بين أخوة وأشقاء حريصين على اتخاذ مواقف مشتركة تخدم الشعوب العربية وتواجه التحديات التي قد تظهر بين الحين والآخر في الساحة العربية، وكان الكلام على العمل بشكل متواصل لإيجاد دور واضح للبرلمان العربي في مواجهة تلك التحديات، وأن يكون لنا موقف دائم للتصدي لهذه المشاكل وإعطاء رسالة للجميع بأن البرلمان العربي هو ممثل للشعوب العربية من أقصى شرق الأمة العربية إلى غرب الأمة العربية، وأن يكونون متوحدين في مواجهة هذه التحديات. نقدر عاليا جهود البرلمان العربي في التصدي لهذه المشاكل، وأيضا تم الاتفاق على أن يكون موعد لجلسات البرلمان العربي في بغداد في مطلع شهر كانون الأول القادم لدعم وإسناد العراق وعودة العراق إلى محيطه العربي. العراق الآن يمر بمرحلة مهمة، مرحلة إن شاء الله تكون بداية انطلاقة حقيقية لعود إلى بيت العربي. معالي الرئيس محمد يقوم بدور مهم في هذا الجانب. أمانة هذه زيارة جدا مهمة، اتفقنا على الكثير من الأمور من الخطوات التي تدعم هذا التوجه. العراق له دور تاريخي، له أهمية كبرى استراتيجية داخل الأمة العربية. عقد
عقدت الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها ثاني اجتماعاتها منذ صدور مرسوم تشكيلها، وذلك بقصر الرئاسة ببعبدا. وقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال إنه تم إقرار البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وانتهى أغلب وزراء الحكومة الجديدة من عمليات التسليم والتسلم وبدء دراسة الملفات تمهيدا لاتخاذ إجراءات تخفف من معاناة اللبنانيين على مدار شهور الفراغ الحكومية. كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أكد خلال الجلسة الأولى للحكومة التي عقدت الاثنين الماضي برئاسة الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه سيدعو إلى جلسة عاجلة لمناقشة البيان الوزاري فور الانتهاء منه. أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانسكا أن هناك حاجة لإجراء خطوات مهمة وجدية لتلبية احتياجات اللبنانيين والقيام بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، داعية لأن تكون هذه الإصلاحات في قطاع الكهرباء. وخلال لقائها برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، شددت فرانسكا على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بلبنان والمرتقبة في النصف الأول من العام المقبل، مؤكدة على ضرورة القيام بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأوضحت أيضا أهمية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرة أنها سوف تشكل خطوة أفضل لمستقبل لبنان. وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا غدا، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجريندي والمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي والمكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط. يأتي هذا التوجيه الرئاسي في أعقاب اطلاع الرئيس التونسي على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزارية الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت أمس الأربعاء. استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داونينغ ستريت ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا وقد بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بينهما، إضافة إلى عدد من الملفات بالشرق الأوسط. هذا وقد قال بن زايد إنه أجرى محادثات معمقة مع رئيس وزراء بريطانيا حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين. مشاهدينا الكرام، نشرة السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها. الصين تؤكد تطعيم أكثر من مليار شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إلى إعادة فتح المدارس في الدول التي ما زال غير مسموح فيها لملايين الأطفال بالعودة لفصولهم الدراسية، وذلك بعد مرور 18 شهرا على ظهور جائحة فيروس كورونا. هذا وقد أفاد تقرير أصدرته يونيسف بأن المدارس في نحو 17 دولة ما زالت مغلقة بالكامل، في حين ما زالت مغلقة جزئيا في 39 دولة. وقالت يونيسف إن المدارس التي زالت مغلقة بالكامل تضم نحو 77 مليون تلميذ، مضيفة أن كل يوم يمر وهذه الفصول مغلقة يزيد من حجم الدمار. أعلنت الحكومة الصينية أن أكثر من مليار شخص على أراضيها تم تطعيمهم بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا. وقال مسؤول كبير في وزارة الصحة الصينية إن بلاده أعطت في المجمل 2.16 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، وهو ما يمثل أكثر من 70% من سكان الصين. أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيغان إيقاف نحو 3000 شخص يعملون في مجال الرعاية الصحية عن العمل، وذلك لعدم حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وقال فيغان إن الوضع الصحي للوباء في فرنسا قد تحسن بفضل حملة التطعيم الواسعة والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الوباء لم ينتهي بعد في فرنسا، ولكن نسبة الإصابات في المستشفيات قد شهدت انخفاضا. We'll be right back.
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين أطلقت برنامج استجابة للطوارئ بعد أن ضرب زلزال شدته 6 درجات أقليم سيشوان وأدى إلى مصرع 3 أشخاص على الأقل. وقال مركز شبكة الزلازل الصينية إن مركز الزلازل وقع على عمق 10 كيلومترات. أطلقت شركة سبيس إكس أول رحلة فضائية بطاقم كامل من المدنيين. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرحلة انطلقت أمس من ولاية فلوريدا الأمريكية، تحمل مليارديرا في مجال التجارة الإلكترونية و3 مواطنين اختارتهم الشركة في أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل. ويقول مسؤول المهمة إنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة نحو 3 أيام منذ لحظة الانطلاق وحتى عودتها. نظمت مديرية الصحة في بني سويف قافلة طبية إلى إحدى قرى مركز الوسطى شمال المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرية. هذا وقد وقعت القافلة الكشف الطبي على 1300 مواطن خلال 2 يوم للقافلة في 9 تخصصات للكشف على المواطنين وصرف العلاج وعمل الأشعات والتحاليل بالمجان، وأيضا تحويل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. أطلقت مديرية الصحة في بني سويف القافلة الطبية العلاجية لقرية كوم إدريجة في مركز الوسطى على مدار 2 يوم متتاليين. تم توقيع الكشف الطبي في خلال 2 يوم دول على 1300 مواطن وتم صرف العلاج اللازم لهم. القافلة ضمت 9 تخصصات طبية ب10 عيادات متنقلة زائد الصيدلية. قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم استخراجها من القافلة. الكشف المبكر عن الأمراض الضغط والسكر وكذلك الأشعة العادية والأشعة التلفزيونية ومعمل تحليل الدم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة للمترددين على القافلة. أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط أن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصلت إلى نسبة تنفيذ في عدد من مشروعاتها، ومنها الصرف الصحي وبناء المدارس وتوصيل مياه الشرب إلى 50%. وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن أعمال المبادرة الرئاسية تسير بخطى متسارعة بالتعاون مع جميع الجهات، وأن 30 من يونيو 2022 سيتم الاحتفال بانتهاء جميع الأعمال والاستفادة من جميع المشروعات. عندنا مركز الفرافرة في 27 قرية، يعني مركز وتابع تبع المركز، يعني ما عدا المدينة دي خارج لأنها فيها كل المرافق. يعني الحمد لله احنا بنعمل خطة دورية شهرية بالتعاون مع القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، والحمد لله احنا الصرف الصحي خلصت اكتر من 50-60%، مياه خطوط مياه الشرب فاضل محطات بس شغالين فيها بالتعاون مع شركة مياه أسيوط يعني الوادي الجديد. ان شاء الله احنا مخططين بإذن الله يعني مرحلة أولى شهر يناير القادم، وان شاء الله مع بقية الدولة بقى 10 محطات الصرف ومحطات ما بتاخد وقت، لكن المنازل إن شاء الله هيبدأوا فيها شغل. يعني احنا ان شاء الله معادنا 30/6 بإذن الله زي ما سيادة الرئيس أمر. تتواصل فعاليات القافلة الطبية بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وقد قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تامر مرعي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 201 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار 2 يوم، ومنها إجراء 33 فحصا معمليا و33 فحصا من الأشعة والسونار، كما تم أيضا إجراء 38 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرة تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا. وقد أقام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي شددت على استعداد وجاهزية المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المرضية بما فيها
الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس. شارك رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بمنتدى الإعلام الأورو أسيوي بكازاخستان في دورته 17 بمدينة نور سلطان. وعلى هامش مشاركته بالمنتدى عقد زين اجتماعا مع رئيس التنفيذي للشركة الوطنية للراديو والتلفزيون كازاخستان. هذا وقد ناقش الجانبان سبل تفعيل وتنفيذ بروتوكولات التعاون الإعلامي مع كازاخستان وتبادل البرامج والأفلام الوثائقية وقيم أيضا بعمل دبلجة لها، وأيضا مناقشة آليات تنفيذ تعاون مشترك في النقل على الهواء للفعاليات. كما قام أيضا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجولة داخل استوديوهات شركة راديو وتلفزيون كازاخستان بمدينة نور سلطان بصحبة الرئيس التنفيذي للشركة. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع احتفالية الهيئة بذكرى 65 لعيد المرشد بحضور محافظ الإسماعيلية إبراهيم بشارة ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان ومحافظ السويس عبد الحميد صقر ووكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي وعدد من المسؤولين. وأقام الفريق أسامة ربيع بتكريم 25 مرشدا من أصحاب الكفاءات والمسيرة المتميزة في خدمة حركة الملاحة بقناة السويس. هذا وقال الفريق ربيع خلال كلمته بالاحتفالية إن عيد المرشد يعد رمزا لصلابة الإرادة المصرية وذكرى غالية تبرهن نجاح الإدارة المصرية للقناة في مواجهة بعض القوى الأجنبية التي حاولت النيل من عزيمة المصريين وإظهارهم للعالم غير قادرين على تسيير حركة الملاحة. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن العصر الحالي الذي تعيشه الدولة هو عصر الإصلاح الهيكلي والتنمية الحقيقية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تنظر لحقوق الإنسان من منظور واقعي يعتمد على بناء الإنسان، كما يعتمد أيضا على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني مع اعتبار قواعد الشفافية والمساءلة طبقا لما نص الدستور الصادر عليه في عام 2014. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع وفد من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بدولة السودان. هذا وقد تناول الاجتماع سبل تبادل الخبرات بين كل من مصر والسودان في مجال حقوق الإنسان. وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكولا للتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو الخاص بمشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وغيرها في محافظة المنيا. يستهدف المشروع الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية للفئات الضعيفة من النساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية. وسيتم تنفيذ المشروع في 10 قرى موزعة في 4 مراكز بمحافظة المنيا. هذا البروتوكول يأتي مكملا لمكانة ودور المرأة المصرية اللي يعني بنعززها في الوقت الحالي، وبنشكر القيادة السياسية على دعم دور المرأة في مصر. أيضا يأتي مكملا ومؤكدا لتنمية وتطوير الريف المصري، يعني البرنامج القومي والرئاسي حياة كريمة بما فيه من كل ما يحمل من تقوية بنية تحتية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي في الريف. هذا المشروع يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في مصر، وسعيدين جدا يأتي هذا الأمر في وقت تتضافر فيه الجهود داخل مصر لتحسين الوضع في الريف في إطار مبادرة حياة كريمة. المشروع يركز على تقوية المرأة المصرية، تحسين سبل العيش لديها وتمكينها اقتصاديا في الجانب الزراعي، سواء كان في المزرعة أو خارج المزرعة، إنتاجا وتصنيعا وإعدادا وجودة. أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي أن العلاقة بين كل من مصر والسودان وطيدة بين الشعبين الشقيقين. وخلال استقباله وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وسفير دولة السودان الشقيقة محمد إلياس ووفد أئمة وواعظات جمهورية السودان الشقيقة المرافق لهما، تمنى محافظ البحر الأحمر اختيار الوفد لمدينة الغردقة. يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة المشتركة لأئمة مصر والسودان المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وفي إطار عدد من الزيارات الميدانية أيضا شملت مساجد السيدة نفيسة والإمام الحسين والأزهر الشريف. وأما الآن مشاهدينا الكرام فنتحول إلى أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة.
شكرا لكم دينا فكري وأميمة تمام. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن بورسعيد تعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بتخصيصها على أرضها خلال السنوات السبع الماضية. وفي كلمة له نيابة عن رئيس الوزراء، أكد شعراوي أن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة تعطي اهتماما متزايدا لتنمية الموارد وخلق بيئة داعمة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية، والذي يعد أكبر حدث اقتصادي على أرض المحافظة الباسلة، ويهدف إلى تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على أن الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 حتى 2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة وفقا للأولويات الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع خالد أبو زار الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة وأوجه التعاون بين مصر والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في إطار سعي الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. أكد وزير البترول طارق الملا أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مصفاتي النصر والسويس لتصنيع البترول ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية، باعتبارها إحدى الحلقات الهامة إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة لشركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020-2021. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة في تنفيذ مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية لأشقائنا الليبيين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنظيره الليبي أبو بكر محمد الغاوي، وتناول الوزير التجربة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كاملة التشطيب لقاطني المناطق العشوائية. وكذا تم عرض مشروعات التطوير بالقاهرة مستعرضا ما تبذله الدولة من جهد في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية. إلى البورصة المصرية، حيث تباين أداء المؤشرات الرئيسية بختام تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع، وتراجع رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.3 مليار جنيه. وبالنسبة لأداء المؤشرات، حيث انخفض مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 10996 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 60% ليغلق عند مستوى 2866 نقطة، وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 27% ليغلق عند مستوى 3866 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.64 جنيها للشراء و 15.77 جنيها للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 18.41 و 18.57 الجنيه الاسترليني 21.65 21.83 الدرهم الإماراتي 4.25 4.29 أخيرا الريال السعودي وصل إلى 4.17 24%. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث شهدت أسعار الذهب بمصر تراجعا بقيمة 5 جنيهات، وذلك مع استمرار التراجع في سعر المعدن النفيس عالميا إلى مستويات 1760 دولار. وعلى الصعيد المحلي، فقد وصل الذهب عيار 18 إلى 666 جنيها للجرام، عيار 21 777 جنيها للجرام، عيار 24 888 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 6216 جنيها. إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات بوجود انخفاض أكبر من المتوقع بمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باعتبارها أكبر مستهلك للنفط بالعالم. وارتفع خام برنت بنسبة 2% ليصل إلى 75.52 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% مسجلا 72.65 دولارا للبرميل. ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بيوليو الماضي لأعلى مستوياتها منذ يناير، وارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام إلى 6.33 مليون برميل يومياً في يوليو، ارتفاعاً من 5.97 مليون برميل يومياً في يونيو، وبلغ إجمالي الصادرات بما في ذلك المنتجات النفطية 6.65 مليون برميل يومياً. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا وأميمة، إليكما. شكرا لك رغدة. فنان مميز أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة في تاريخ الفن والتمثيل. إنه الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله في 16 من سبتمبر عام 2006. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر الفني تنتهي نشرة أخبار الساعة 6، والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يؤكد لملك البحرين التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. الرئيس السيسي يؤكد إلاء مصر أولوية قصوى لعودة الاستقرار إلى ليبيا، ويشدد على أهمية الانتخابات في تفعيل إرادة شعبها. شكري يؤكد وثاقة مصر في قدرة الكونغو الديمقراطية للتوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم وفي أمان الله.